ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الشرح من هاد بحث الدين مخالفة الدين دا أواني كو بيلاكي كو المسلمان أرى نكاح أوان حرام دبي وتحرم متولدة من وثني وكتابية حرام أو جنكا كو يا أو قيزا كو يبوا جباب فرس وجدية يهودي ويا خرسيان يبوا كباب بدينة دين باب بيتنا أو يجملك مسلمان لا حرام ثم لأن الانتساب إلى الأبي نسبة جني بضل بابي وشنكي عليك دي كتابية باب بيت أوكي ما كافر شيء بترست انتساب الى البلبابي وهو ممن لا تحل من هناك حتى الباب بسبب بترستك يك بترست الحلال نحل على النكاح بترست يعني بابي بكافر بدي او كتابي باهل الكتاب بجي جبر كنت نسبت كريم بالبابي هو كافر و نكاح هو بيرك حرام حرام نكاح شنو ماني وكذا عكسه إجاكو دياوي كافر به و بابي وي أهل كتاب به دي سحرامة دي فتبرس به دي فتبرس به باب يهودي ويا خرسيان دي إسا فتبرس به نكاد سحر وتحرم متوالدة من كتابيين ووثنيتي في الأزهر كما تغليبا للتحريم جبركو جبابي حرام مش دجي تي حرام كر مه دجي دج حرام لا تحرم لان الانتساب الابي وهو اب ممن تحل مناكحته نكاحوي حلال جبركو باب اهل كتابه ودين اثبتكن بالبابي خو بان كش قلتيه تبع وان خالفت الساميره اليهود والصايمون النصارى تمام أجل مخالفة بكن صامرة وهي صامرة طائفة تعد من اليهود يعني طائفة كنا يهودية تنا حساب كرني تمام أجل أظن صامرة مخالفة بيهودية ربك تمام والصائبون وهم صائبون صابئون أو صائبون من النصارى عفوا أو صائبون نين صابئون صابئون أزرام أبان أبيكو يعني لباي حدث زكريا وابونه يعني أبيكو لباي إنجيلينين لباي زبورين زبورين صابئين نفك وابان طائفة من النصارى تعد طائفة من النصارى تمام بله طائفة كيش خريستيانا أما إنك مخالفتنا بين الدين وان دهي راس تمام اجل صابئون مخالفتي بكن بالنصارى النصارى في اصل دينهم ده اصل الدين خدا مخالفتي بكن يعني لباي دين خجيني يهودي ارا صابئون خريستيان ارا مخالفتي بكن ده اصل دين خدا ضمن حرام او حرام جيكي الباي ديني خجنينن كل باي ديني خنيبتو نكاري ونكار بلي وإلا أجلت مخالفتي نكن صامري جهودية را و صابئون جيج نصرارا مخالفتي نكن فلا نحرا أوي لم يخالفوهن أجل صامري جهودية را صابئون جيج نصرارا مخالفتي نكن في الأصولي أصول الدين ده وإنما خالفوهم في الفروع فرع هذا مخالفة يعني أصول أولك بالي إنانجية أنا بل أسمع عندك أصول الدين وفروع الدين بلي فروع الدين مسألة حياتنا يعني فلان فتجوز مناكحتهم من نكاح وان حلال وما نقل عن الشافعي من قولين أبو شافعي رضي الله عنه أعطي لك الكنيجة تقول شدا في مناكحة السامرة
هو الصابيين بالنكاح الصامري وصابيين هذا أدوتشتك في جهة دير نقل كني محمول عند الجمهور على التفصيل المذكور المنصوص عليه التفصيل وغطية ذكر كني ونص كني للسري وأصول هذا مخالفة إنك النكاح دبا أصول هذا مخالفة في النكاح هذا أوجي في مختصر المزني مختصر المزني مختصر منقولة ذلك محمول تفصيلة مذكور منصوص عليه بمختصرة مزني وقد نقل هاتين نقل كرني أن الصابئين فرقتان صابئيه ده طيبا فرقة توافق النصارى في أصول الدين لاعتقاد دا موافقها بدون وأخرى تخالف مخالفة وانا شد نجاري وتعبد الكواكب السبعة الحب سبع السيارة سبع السيارة هو عبارتكم وتضيف الآثار إليها أسرى نسبة للبي أبيش تلكي آلة فلان للبي دفنم ل أزولان أنا أباني كنت دي دبورج بورجاجي أو دكين أو قيناها وجدين فاناتي تدي برجة نظام تشبه شواية لستير لسر حياة مر أتكيد كن نظام شوات كن أو أسر الدين وانا يا مالي وتنفي الصانع المقتالة صانعيكم مقتالة خدا تشتبستي بيك خدايا بيتنا تهب أفان شتيركا بكن وقد أفتل استخريو فتوى دايا بقتلهم قتلهم لما استفتى القاهر الفقهاء فيهم وقتاك القاهر بالله بمصريدا طلبا فتوى حقي بانادا كر أبو استخري مذهب الشافعي فتوى قتلهم دا وشوك يا بانا خدا قبول ناك ولو تهود نصراني أو عكسه أجل يكي خرسطيان ببا يهودي ويا يكي يهودي ببا خرسطيان أي تنصر يهودي يعني توهود نصراني يتهود تنصر يهودي يكي يهودي ببا خرسطيان لم يقر في الأزهار الدين يخي ندى قبولنا جينا يقبل كلمان ثم لأنه أحدث دينا باطلا بعد اعترافه بمطلانه شنكي إقرارك بدينك باطل بل بشتك احتراف كرمو بل بطاليته ورابط كذلك جناية يعني وقتك يهودي ما قطبو خرسيانتي باطلة وقتك خرسيان ما قطبو يهوديتي باطلة إيطايد البيضة تشاوي تشتك قطبو باطلة بقبولتك نابا يجب باطل خود شبال باطل كي تشب إنان زويد بطالية تويد هيت شبال إغا كما لو يرتد المسلم المسلم مسلمان كي مرتد بجناي قبول كرن جبيا جناي قبول مسلمان كي مرتد ب جناي قبول كرن يعني كبا خرسيان جناي قبول كرن ببا يهودي جناي قبول كرن يعني ببا مسلمان يا جيبي وشتني مالا يعني انا بيش انا ما حسوي ذلك بكم والثاني يقر في قبل كدني كما لتساوي الدينين في التقرير بالجزية يهودي بجي جزية ولا لا تحقيق إذا قبل دبا وخرسيان بجي قبل دبا يهودي تيبا خرسيان خرسيان تيبا يهودي ما راح فتنا مالا فإن كانت امرأة مالا أجد في يكيك يهوديتي ببخرسيانش خرسياني في يهودي لم تحل لمسلمي مسلمان رانا حلالة تفريعا على أنه لا يقره سر أبنى حلالية لسر تفريعا يهوديتي ببخرسيان وياش خرسيانيتي ببي يهودي جي قبولنا بيا قربا مسلمان ويا خد قربي كشتري يعني فإن كانت إمرأة عفوا لسا بجزران فإن كانت امرأة شو؟ فإن كانت امرأة
لم تحل للمسلمين اجاب بيناك كدري الدور ميدا يعني يهودي بابا خرسيان خرسيان بابا يهودي يعني عبا بسر بول فايد بما لم تحل للمسلمين جمسلمان رانا حلالة كما استداء تتريعا على انه دا يقر بني بدل باسكي يهودي بابا خرسيان قبول نابا إن قبول بناوي دلالات كيف مسلمان رانا نابا إما بني بدل باسكي ما قلت ولو تهود النصراني ميركي ها او عكسه ايجاد فردات بي فإن كانت أو أبيك يعني كتبا يهودي بغرسيان إجا بيرك با أو لم تحل للمسلمين تفيعاً على أنه لا يقر دائما يقول لا يقر لم يقر في الأصل بلي لا يقر لا يقر بلي فإن كانت من كحته جنكا ميركم سلمان با نكاح اليوي با أي المسلمين نكاح من كحام مسلمان با اوي اوي كيد بعد اوي دور ماوي تشا يعني مثلا ازونا ما هو اهل كتاب بيران نكاح دبا المسلمان كي تشي بيك يهودي رزوجة يك خرسيان رزوجة ورابع او ديني قد كش كي يهودي على خرسيان دي خرسيان على يهودي اوي بيريكا وي تشو تشوك ها بك ردة المسلمين بعد بيريكا ويا مسلمان جديد اه العياذ بالله اوي مليم يعني اوي دور ماوي تشا بعد مالي فإن كان تهود او التنصر قبل الدخول تمام اجيك ميرك جنك هي الاشتيام بهدول وچه نبيا جنك مسلماتي بيا يهودي بيا خرسطيان وصابة تنجزت الفرقة همان ميرك جنك هدو اي المشتبن جنك شخرا قرارا ميرك دنيكا بك تمام يعني مسلمان را نقال ابدو جا طب القول ما نقال اب يهودي وخرسطيان رجل مالي مالي او بعده دبشتي الدخول دابا وبو مرتد العياذ بالله توقفت على انقضاء العده توقفت لنا من ما جبنا ازرم توقفت لنا دسكنه يا تي سكناندن او بيرك تي سكناندن تي سكناندن يا هو توقفت بسكنه الى انقضاء العده حتى حتى تمام اگه وگر یا چون نکاح حاوی دام تو و نگر یا جمعی خود تی بردانه حیات اویجی دکوری شرعی اوی بجه اوی تشکل کل بجه یا خود بجه منه اوی بکشتی یعنی طبی احکام شرعی رو کنن یعنی وای تمام بی کلمه جی نخوزن بجن یعنی جنك ملك عزيز به بإقتداري كارا خجيب به بعدين تجي كارا بإقتداري خجيب خلاص ما ولا يقبل منه إلا الإسلام ناتشبه يعني ولا يقبل منه إلا الإسلام يعني مثلا مرتد بيه أبيع قريب فتلة ولا أو يهرى من قعته أي المسلمي فكردة مسلمة لا يقبل منه الا الاسلام مش غير الاسلام بيرا لا يقبل منه يا تام ولا يقبل منه الا الاسلام فان كانت امراه لم تحل لمسلم فان كانت منكوحته فكرده مسلم لا يقبل منه لا يقبل كني شيء كلام من هابنا يا نانا ابيا ولو تهود نصراني او السرويدني يا انظرنا فإن كانت امرأة لم تحل للمسلمين جمسلمان راء نحلا من؟ نعم من؟ فإن كان منكحته فكردة مسلمة تمام وكي ارتدادا مسلمانية فإن كان التهود أو التنصر قبل الدخول بل دخول دابا تنجزت الفرقة من؟ أو بعده توقفت على توقفت على انقضاء العدة ولا من؟ يقبل منه إلا الإسلام ولا يقبل منه إلا الإسلام. غير المسلمات يبقى جت شكلها يفوز.
بله ازونام يعني اگر منكوحا مسلمانكي بحكم وي و بحكم وك جنكي مسلمان مرتد ببا جغير دين اسلامي دينكي دني جكسي ناي قبول كن مصدق دمي راجيبان مازوكيا باي اگر مروبكي نصراني سيدا ببا يهودي ويا مروبكي يهودي ببا نصراني تقولي ازهر دا تشتكي جوي ناي قبول كرن او جزية جسروي رانابة اميا بني ولو تعود نصراني او عكسه تمام لم يقر اواح تضوي وفي داوي لم يقر وفق كل نبيه ولا يقبل منه جميرة ولا يقبل منه إلا الإسلام جميرة مير يعني مير يكون مرتد بيه مير يكون يهودية شيء خرسانتية خرسانتية شيء يهودية إيه بشتي بيا أبي جوابه ولا يقبل منه إلا الإسلام هو. لا يقبل منه الا الاسلام غني الاسلام في بات شكيلنا قبول سلام بباب ونبا بك يعني ما قول حكم مرتد جرا ايجا مرتد توبت كه تي قاره دين خو غيري قبول كه ابيا و تشري ولا قبول كرن الاسلام في بات شكيلنا قبول شما لانه اقر ببطلان ما انتقل عنه تمكي بري قبول لكل تشتكو جي نقل بيه أقر ببطلان ما انتقل عنه جيت شتيك جي نقل بو يهودي بو خرسيان خرسيان بو يهودي شتيك يهودي اكتر بدي ما قبول كي كو بطالة جي شو خرسياني ايه خرسيان با قبول كي خرسياني ايه بطالة شو يهودي ابي ديني كو انا نقل بيه ببال با بلي كان وفي مرمي مقرا اقرار بكري ببطلان المنتقل اليه او منتقلوا إليه مثلا أنا بيا يهودي ويا أنا بيا خرسيان بلين جاء يا بطال ظانبو وأنا جي بلين نقل بيا بطالة دي النقل بيا إيه أو بطال أو بطال ويقال إيه جينا يقبل يا إذا مسلمان يا مي قبولنا مانا وفي قوله وفي قولين دورية وفي قولين أو دينه الأول لا يقال منه إلا الإسلام أو دينه الأول وفي قوله أو دينه الأول لا يقبل منه إلا الإسلام أو دينه الأول أبي هرس الدين لتساوي الدينين في الحكم يعني ديني ويا أول يهودتي ويا خرسياني بو وإسلام باجي قبول دباء تنتي هادو جي بقبول هذا ولو أبى الإسلام على القول الأول فالقول الأول هو إلا يا إسلام يا جي كذا دين يقيا عود جيسا قولنا به إسلام قبول لك ولو أبى الإسلام على القول الأول أو الإسلام ودينه الأول جميعا هل يش قبول لك على القول الثاني جميعا هديا لا إسلام ولا دين يقيا عود على القول الثاني فالقول الثاني هو هرب الدين يقيا عود باجي قبول دبه تمام ردوا الملاية الشعبة ففي قول أول شيء يقتل يقتل كرني والأشبه لا ما يقتل كرني بل يلحق بمأمنه بل كيديك وتلا أمين بأمين بكين نوذري وبنسكر بها يعني برهارة نوبة دار الحرب نوبة كفر يا فاليخ من ايه دعقلي ودانا دفكري ودانا من تركيا دا يمكن تري دولمة دا نقرن ها مالا زنا يعني ملك أصدق بي أز أتايس مالا زنا تمام ولو توسن يهودي أو نصراني أجل يكي يهودي وياكي خرسيان ببا بوتبلاس لم يقرر جينا يقبل تمام وفيما يقبل منه القولان فكي ملك يهودتي ويا خرسياني بود في الفرس أبي ملك جاء فقاريا وتشجى بها
شما از آن حبیب الاسلام فقط از آن شما پوت پرست کی آه یکی یهودی خرسیان در پوت پرست تمام نمی قرن تمام از آن چی بود قادس اسلام جه قبوله و ثانی هو اسلام و دی او دینه الاول یعنی یه دینه بیا بود دینه بیا بود پوت پرست سال سین دقوله کی سایدس از آن دینه بیا اول پوت پرستی بود أول سنة يهودي دينوي أول يهودي جيبوا بود بود فلسطين. ولو توسنا يهودي يك يهودي. ما بقى غرستيانو شيء. ولو توسنا بفوت فلس يهودي أو نصراني. ها يك يهودي. أصلي يهودية يا نصرانية بيا فوت فلس. إيجا أما شو من بيا دينوي أول جبرا قبول كرن. لم يقرر لا يقبل كرني جي فوت فلسطين. وفيما يقرر تشتكى التلافي وفيما يقبل منه القولة أحدهما الإسلام فقط قولي أولى تمام دي كوكا فيانكا خرسيان بيا جي خرسيانية جي فوت فلسطي صار جا مسلمان بما يقرر لكم ديسا بذى يهودية بذى نصاري مقبولناكم تمام والثاني هو إسلام أو دينه الأول ديني أول يهودية خرسيان من وفي ثالث بقولك السيادة أو مساوي يعني دينية أول يا مساوي دينية تشكي وكا دينية مساوي دينية فإن كانت امرأة تحت المسلمين أجد بيلك إخي لبان مسلمانك بو وجي يهودي ويا خريستيان بو ديالهم وبو بوت بارس تنججت الفرقة قبل الدخول اجا تبري دخولي دابا همان جنوب الملك جابو تينا برداني وتوقفت يا توقفت بعده اجا تبشلي دخولي دابا اما جنوب بدن سكناندني حتى كينجي حتى على انقضاء العدة حتى عدة قديا بقاريا بو مسلمان بو مسلمان نبو مسلمان شمالي خبر دايا ميت من هو دبيك اگر او نبجي او ويجد بشي او دوام بكير دوام ويجد بعثت كه من ولو تهود وثني او تنصرا يكي بوت پرست ببا يهودي ويا ببا خرسيان لم يقرر نا يخبر سيدا ازونا نانا يكي بوت پرست ببا يهودي يا خرسيان ولو تهود وثني يجي بوت بلد بي يهودي يا بغرستيان لم يقرر أو شنا يقبل قولنا شما لانتخال عمل لا يقر عليه إلى باطل جواسنيته النقل بي ببال وما يقول سري ما يقبل كرني نقل بي ببال باطل كيفا كتشي أب يهودي تي وخرستيان يهودي إيه هما يعني يهودي وخرستيان تيش بوت بلستيه شيتر مينة هيتش ما أنا قضي قبول كن صبر بك يا يهودي وخريستيان ني بني اسلام بيا تمام بو اما اسلام ماتي شو لا شي قبول تمام ازم والباطل لا يفيد فضيلة الاقرار باطل باطل فايدة اقرار نادا شندي بدي هاتنا دين حد محمد عليه الصلاة والسلام يا يهودي خريستياني بيا باطل بيا باطل يكيش بوت فلسطين ويا اتش فلسطين ببا يهودي ويا بابا خريستيان فضيلات كي جراتنا ما يقبل من ويتعين الاسلام صادجة مسلمان تي جرا قبول دبا تمام كان مسلمين يرتد ولكن مسلمان كي كوش دين در كذا بشتي در كتنا ويا يا ذكر بالاسلام ويا ويجي من فإنه أم بمركي يتعين في حق الإسلام أو وثني كبية يهودي دعقي ويدا إسلام قبول فإن أبا قتل أقول لكم أنا أكبر بيكشتني على ما سيأتي في باب المرتدين ولا تحل نحل لا مرتدة العياذ بالله بيكا كش دين إسلام الدركة نحل لا لأحد في إنسان أكثر النحل يعني لا من المسلمين نجم مسلمان را لأنها كافرة لا تقرر كافرة كي بيدينا قبولنا به ولا من الكفار إش كافرة رجينا قبولها لبقايا علاقة الإسلام فيها
على قدر وي المسلمان تيز بو كتير مايه يا اذا جرب بي مسلمان يا وي حياة طريق مالي تكي اريا مير وشتي ببار خرس مش دين در كبا شنك دين در كبا حكم اه اذا هاكو بهراج دين داري يعني شوابا اذا شوابا تنبكي والله داركي بتخمينا من تيكي دادي تحدي هذا اليوم دخول البروفيسور في الدكتور في ركوب. نعم. يديم بابا الزوج يدش فام دين كي شيكن. لبيا اللي تقال اللي قال اللي قال انه شقا دينا على اشتم يشتم بيدي اخو لا خاي بعثا اددا خلاص بين ملك جنك بعد ايات جنك كباب بالميجيا سيجارات كباب بالميجيا وين مريد الى بلا شارما ودعروجا ادبش نهايه Hmm. Yine müjdelik seviye araştırma dedi. Yani kim asema, kim açarma bu davruca dinlerinde de araştırma dedi ki bu cara avura pişi ilişki ki bu cara avura %30 dara, adı diyara %60 dara, asyara tamami dara güteseyme. Eğer bu mirin be, dedim merin ne daha şimdi gözün diye bir sen merkevi avul haye ya orantıya evkavi yani ev avuya şevetle bile kira evya hindik hindik dara jibuvi kastik kudbe çarma udar ozla da nerin ki bu hakikaten bile ka meri evkiva namine edneka jibuvara namine demişsin ki ya bevala وقتا كو محمد دبي بو دعوة پیغمبری كيف اوه اديان اكا وان قانون يعني دي مثلا بيا وي لشكي بو هبدو با تشي ببا وقرا وقاد دوام بكجبو بنسبة تبي هبدو شبدو بنبا تبي هبدو شبدو بقاتا دي محمد بي تشي دنام بو ولا او حال دي بالدين محمد دين خدر يعني دي خدر مسلمان ما نسونا ولو ارتد لو جاني مع عامل كشنك هكا يجيب هذا الشيء ده او حد ما قبل دخولي تبري دخولي ده يكتب تمام تنجز تفرقتو كسين لك رجعتين قطندني كما جدتي قطندني لعدم تأكد النكاح بالدخولي تأكيد النكاح بالدخولي تنبيه بري دخولي هادو ملك من يا اسلام دركت مرتد بو وياخد يجوان مرتد بو هي دخول شنبية ويقا بيجنك دبا ملك دبا جابو تانا قطن بني على قدران وجابو يعني اويني او دخول بخشي ويني كاعي تأكيد النكر يعني دخول نكاعي تأكيد كريب يا حطاني الدبا التأكيد نكر يا من فرا جابو تانا قطن بني اقال ديالم في جنك مسلمان بدا ولا هذا شخص بيك يدرج أو بعد وتبشي دخول دابا وقفة طيب سكنتنا حتى عدد قدا فإن جمعها مع الإسلام في العدة في كل شيء ببعا تمام أو بعد وقفة أنا بسكن فإن جمعها الإسلام في العدة في العدة هذا جبين مسلمان فتري راحوا بينا كعوان دوام وإلا اگر که او چنه بو اسلام بگر بو چنه بو فل فرقتو من ردتی من ما کی از وان جدین در که به فرقت جمیه بل فرقتو من ردتی من هما؟ من ما جهد یک خدو جخد در نیب مسلمان او من احدی ما یا یکی جوانه وقتی او من ردت هیه او ردت واجف قطینه من دمید دونه ده دخول شبيا أفضل بقت عندي شبيا. ويحرم الوقت في التوقف دوي مدك مثلا دك دا هذا يا يكش وان جدين بك ويقابل جنك أوتوماتيك من أجر بجنك ب ويا ميرك بداي جدين بك نكاح دبا بطل شو دنا بالي شو دنا بالي حرامه اه الاشكي دي حرامه ثم لتذل ملك النكاح بما حدث ملكية النكاح بالجدين دركتني دبلم لي دبلم لي صار صديقتي بل
ولا حد فيه اجت بالشتي من شبه حد كنا لشبه بقاء النكاح كي بل كي كنا عالم با نظام با به نكاح مصري هي نكاح مبهبرا هي يعني هبدونا يلشكي بكن زينيا يا ما حد لناك ماني وتجيب العدة منو اجي يلشكي كي شبه با ودبيرا ميريك ويا جنك فكر أبوال الإسلامية ترى قال أو جنك عدب وكا وكا نكاح الشبهة قال عدب قدينا نحكم بنا شمتي أديا شوكة يعني أديا نكا زنياية جدي زنياية تميزي كيف بكا سبيجي كيف بكنا كما لو طلق امرأته ملك بليك خبر ده ثم وطاها في العدة العدة هارا بالي عين وجوال ويقا بتشي قرأت ديسا طبيك حد جرتنا مالي حد جرتنا اما زنيا طلاقي اوكي يعني مش طلاقي باينية يعني طلاقي بتعيبة اوايا طلاقي باينة وابتنا يعني حد مانه تعالى قدر ابوي جل كشف مانه بس 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 السلام عليكم الله وخيرك كثيرا.